عشان نربي ولادنا صح، أحياناً بنحتاج نعاقبهم، وأوقات تانية بنحتاج نشجعهم. وإحنا بنعاقب ونشجع بنقول جمل بالنسبة لنا عادية، لكن في الحقيقة تأثيرها ممكن يبقى سلبي على الأطفال، زي مثلاً لما الأم تقول لابنها أنت مش هتنجح أو أنت ما بتفهمش. دي جملة بتكررها أي أم عشان تلوم ابنها وفي نفس الوقت تشجعه إنه يبقى أفضل. لكن بالنسبة لابنك كلامك دايماً ثقة ومؤكد، وأكيد هيصدقك وهيحس إنه عمره ما هينجح أو يفهم. ما تيجي نقول بدلها أنا عارفة إنك شاطر، أكيد هتفرق معاه كتير. أوقات برضو بنقول أصحابك أحسن منك في إيه؟ وطبعاً السؤال ده هو لازم يلاقي له إجابة، وعشان كده هيفضل يبص لأصحابه ودايماً هيحس إنه أقل منهم. مع إننا ممكن نقول بدلها أنت متميز عن أصحابك، وبعدها نقول ملاحظاتنا بشكل لطيف. وساعات لما بيتعبونا بنقول اسمع الكلام عشان أحبك، اللي هيفهموا إنك بتحبيه بمقابل وبشرط، ولو بطل يقدم المقابل مش هتحبيه، وده أكيد بالوقت هيأثر على علاقته بيكي. طب ما تيجي نقول بدلها أنا بحبك على طول، وبعدها نقوله المفروض يعمل إيه، ولو عايزينه يعمل حاجة صعبة عليه بنقوله لو عملتها تبقى شاطر، وده طبعاً ممكن يحسسه بالإحباط لو فشل. ما تيجي نقول أنا واثقة فيك، مش كل الكلام شبه بعض، ولادنا غاليين علينا وعشان كده كلامنا لازم يقويهم.